نظم حزب حماة الوطن بالإسماعيلية فرع القنطرة غرب مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وشهد المؤتمر حضور أكثر من 5000 مواطن من القنطرة غرب. وأكد حزب حماة الوطن على استمرار دعمه للدولة المصرية متمثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يبخل بأي جهد أو مجهود للنهوض بالدولة وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة في مختلف المجالات. احنا متواجدين في المؤتمر الجماهيري الحاشد بمحافظة الإسماعيلية لحزب حماة الوطن، وموجودين هنا في القنطرة وجايين لأهالي القنطرة عشان عارفين مدى إخلاصهم الكبير للوطن ولدولتهم ومدى الترابط الموجود. احنا بنهتم جدا بمدن القناة سواء إسماعيلية أو السويس أو بورسعيد، لأن هذه المدن تعرف معنى تراب هذا الوطن. وهذه المدن مدن القناة الثلاثة جاهدت سنوات طويلة يمكن عشرات السنين من أجل وحدة هذا الوطن. أنا بشكر أهل القنطرة وبشكر أهل إسماعيلية كلها على تواجدها النهاردة في يوم في حب مصر وفي حب سيادة الرئيس. وكلنا كلنا كل أمانات حماة الوطن في القنطرة شرق وفي القنطرة غرب وفي التل وفي القصاصين وفي فايد، كلنا على قلب رجل واحد تحت راية إن شاء الله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حزب عامل ملحمة جميلة، عامل ملحمة وطنية، نشارك فيه كل أطياف الشعب الإسماعيلي مش كحزب بس. ليه؟ لأن إحنا كلنا هدفنا واحد، مصر. ومصر أنا شايف من وجهة نظري إلى إنها إن شاء الله هتخرج يوم الانتخابات علشان تناصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة أنا شايف حب وشايف الناس جاية بسعادة لأن هي تشارك في هذا العرس الديمقراطي الجميل. إحنا النهاردة واقفين بنقول بنطالب سيادة الرئيس باستكمال المسيرة. إحنا كل هدفنا استكمال المسيرة اللي إحنا وصلنا لها.